أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة التقنية العربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة رفع الصور والستوريات على موقع الانستغرام عن طريق جهاز الكمبيوتر. مثل ما بنعرف شباب، موقع الانستغرام بيفتح بهذا الشكل وما في أي كبسة لإضافة صورة على الموقع. كيف فيني ساوي هذا الشيء عن طريق جهاز الكمبيوتر؟ خليكم معي. بالبداية أصدقائي بتمنى منكم تسجيل إعجاب بهذا الفيديو لحتى يزيد انتشاره. إذا كنتوا عم تشوفونا أول مرة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. إذا كان عندكم أي سؤال عن تطبيق الإنستغرام أو موقع الإنستغرام اتركوا لي بالتعليقات أسفل الفيديو. إذا أصدقائي أنا حابب أرفع صورة على موقع الإنستغرام أو على الستوري الخاص بالإنستغرام. شو الطريقة؟ الطريقة بسيطة جدا. أول شيء أنا فتحت متصفح الإنترنت الجوجل كروم مثل ما أنا شايفين، اما بالضغط على زر الاف 12 او بالذهاب لهالثلاث نقاط هدول اللي هون، وبروح لعند شغله اسمها المزيد من الادوات ومن ثم ادوات مطوري البرامج. بضغط عليها وظهر عندي الموقع بهذا الشكل مثل ما انا شايفين. طيب صار في ضغطه هون او كبسه لاني ارفع صوره؟ لا يا صديقي، لسه ما صارت هي الكبسه فعاله. طيب اول شغله، في ملاحظه مهمه، ممكن يطلع لك الموقع بهذا الشكل، فبتضغط انت على هي الايقونه اللي شايفينها بهي الزاويه هون، ما بعرف اذا واضحه معكم. تمام، نضغط عليها بالتالي بيتحول الموقع لهذا الشكل. طيب فيني اختار من هذا المكان الجوال او شكل الجوال اللي بدي اتعامل معه. انا بنصح بالايفون 6 7 8 بلس، انا لاحظت انه هو يعني الانسب بالنسبه لي. انت فيك تحط الايباد، فيك الايفون اكس، شو ما بدك بتحط. طيب بعد ما اخترته بهذا الشكل بعمل ريفريش للصفحه او بضغط F5. اذا بضغط F5 او ريفريش للصفحه. بعد ما عملت ريفريش للصفحة ظهرت عندي واجهة الانستغرام بهذا الشكل، وظهر عندي إضافة الصور بهذا المكان، وكذلك الأمر الرسائل، وكذلك الأمر صورة كاميرا صغيرة هون عن طريقها فيني ضيف ستوري. فمثلا إذا هلأ بدي ضيف ستوري بضغط على هي الكاميرا اللي عندي هون، مثلا رح اختار هي الصورة. منلاحظ تحت ظهر عبارة Add to your story. إذا بضغط هي العبارة يا شباب رح تنضاف الصورة مباشرة للستوري. رح جربها، مثلا انضافت الصورة للستوري، وهلأ منلاحظ إذا بضغط عليها ظهرت الستوري عندي بهذا المكان محملة ومثل ما لنا شايفين. طيب هلا انا اذا بدي اضيف صوره للانستغرام، اذا بدي اضيف صوره على حسابي على الانستغرام عن طريق اشاره الزائد اللي هون، كذلك الامر فيني اختار صوره لا على التعيين، مثلا هي الصوره. تمام، من هذا المكان بهي الزاويه فيني اخذ المقاس الاصلي تبعها او بضغط هيك بحيث انه الانستغرام لحاله يقتص لي اياها بالشكل اللي هو بده اياه. تمام شباب، مثل ما انا شايفين بضغط التالي بهذا المكان، فيني اضغط وصف معين، اكتب وصف معين للصورة، وكذلك الامر بهذا المكان فيني حدد المنطقة الخاصة فيني او البلد تبعي او المحافظة تبعي، وكذلك الامر فيني حط تاجات لاشخاص معينين. بمجرد عملت شير صارت الصورة مرفوعة عندي على حسابي على الانستغرام. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية العربية.